حابب يسعد صباحكم. اليوم نحن بالرينج روفر سوبر تشارج الفوغ، معنا السيد طارق ابو زياد. بنقول له مش مبروك، الف مبروك. حابين نحن وياه نجرب هيدي الفيتشر اللي بالسياره اللي هي البارك اسيست، بمعنى السياره لازم تصف لحالها بهيدي الصف اللي على اليمين. كل اللي علينا نعمله بنحط درايف، نكبس على الشاشه انه هيدي الخدمه تمشي. هلا السياره بلشت تقيس اذا الصفه، بعطي اشاره على اليمين لتتاكد السياره انه انا بدي صفها على اليمين مش على الشمال. ضلني حاط اشاره على اليمين هون. هلا على التابلو، لازم تقل السيارة انه ساعت او ما بتساع. هون السيارة وقفت قالت لي جرين لايت، فيك تصف هون، بس طلبت مني اقرب شوي صغيرة لتدرس الديستنيشن. من بعدها بتطلب مني السيارة مثل ما رح تشوفوا على التابلو اني وقف وحط اريير. طلبت مني وقف وقفت، قالت لي حط اريير، وبالتالي حطيت. هلا اللي رح يصير، نحن بشوي بطريق طلعة مضطر ندعس بنزين ولكن على الخفيف لحتى ترجع السيارة وتصف. فإذا 1 2 3 لازم يبلش يشتغل هيدا البارك أسيست وترجع السيارة لوحدها وتصف بالصف على ميلة اليمين، وبالتالي لازم الدركسيون يبلش يلف مثل ما عم نشوف نحن وياكم. هاي السيارة عم بتصف، فيكم تشوفوا على الكاميرا وبالدركسيون عم بتصف صفتها اللي لازم تصف فيها. أنا بدي ساعدها لما وقفت هون، بقرب شوي يلف الدركسيون من جديد، بتقرب السيارة برجع كذلك الأمر. صفي كتير ضيقة، نحن قصدا جربنا صفي شبه على قد قياس السيارة حتى نتأكد من هالفيتشر قديش شغالة، وبالتالي الدركسيون عم بيقرب ويرجع لوحده بلف يمين وشمال. نحن كل اللي علينا انه نعمل اريير ودرايف لقدام، وهيدي السيارة يا شباب فينا نقول بعد ثانية من هالوقت صفت لوحده. وريتو مش مبروك، ريتو ألف مبروك للسيد طارق، الله يهنيه ووفقه ويبعد الضربات.